السلام عليكم، معكم فاطمة الزراء أسراف، رئيسة تعاونية أزرونت مازيرت اللي تابعة لدوار أكادير لهنا. هاد التعاونية اللي يلاه تأسس هادي يعني من 2019 أواخر ديال السنة. الهدف ديال التعاونية كتهدف الصناعة التقليدية، نشج الزرابي كنفصلو فيها، وبالإضافة إلى ذلك كنصايبو حتى الحلويات. يعني التعاونية ديالنا هي مجموعة، هي تعاونية فيها غير النساء، يعني نسائية، تعاونية نسائية بامتياز. والهدف ديالنا كما قلت هو أن احنا نتقدموا بالتعاونية ونوصلوا للمبتغى ديالنا، اللي هو أن احنا كننسجوا الزرابي وكنخيطوا، وكنتمنوا من يعني من السلطات انهم يدعمونا ويساعدونا في هذا المشوار ديالنا باش نوصلوا ان شاء الله لقدام. حنا كان يعني الاحتياجات ديالنا، المواكل اللي عندنا كما كتشوفوا، المواكل في خدامه غير وحده ديال الخياطه، وحده ديال السرجي، والاخرين راه يعني ما خدامينش. والمتطلبات ديالنا يعني من هذا الشيء، بغينا المواكل، الاحتياجات ديالنا المواكل اولا ديال الخياطه، ثم ثانيا ديال الزرابي، يعني المواكل الصغيره والكبيره باش ان احنا نتمكن ان احنا نصايبوا الزربيه الكبيره. تكون من مجموعه من النساء يعني الوضعيه الماديه ديالهم ضعيفه. هذا المنبر كنقدم الشكر للعامل المنطقه اللي قام بالزياره ديالو لينا وشاف المقر ديالنا، وقدم لنا وعد بانه غيتكلف بالملف ديال التعاونيه، وكذلك المقر، حيت بانه المقر ديالنا كما كتشوفوا راه واحد المقر اللي مهدد، يعني فيه لاميديتي بزاف. وكنشكر واحد الشخص اللي ساندنا بزاف ووقف معنا في يعني في جميع مراحل ملي بدينا كنصايبوا الوراق ديال التعاونيه، واللي هو اسراف محمد، حتى هو راه كنشكروه بزاف حيت وقف معنا وباقي كيوقف معنا، وكنقدم ليه الشكر.